بصينا في القرآن والسنة على الناس اللي مفوضة أمرها لربنا ومستنية جزائها في الآخرة، وحاولنا نجتهد كده ونفكر نصنفهم لثلاث أنواع. شفنا المظلوم العاجز والمتسامح المتقرب والمنظر الراجي. الناس الثلاثة دول كان ليها حقوق في الدنيا وتركوها ليوم الحساب. منهم اللي مش في استطاعته إن ياخد حقه فمفوض أمره لربنا سبحانه وتعالى يبقى يرجع له حقه يوم القيامة، ومنهم اللي فوض أمره لربنا بمنتهى القدرة والوعي. أولهم المظلوم العاجز، شخص مستضعف اتاخد منه حقه المادي أو انتهك عرضه أو اتأذى في جسده وهو عاجز إنه يسترد حقه من اللي استقوى عليه. ربنا قال له ما تموتش بحصرتك، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وسيدنا علي بن أبي طالب بيقول له أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لو ما رجعت لكش حقوقك في الدنيا اطمن هيرجع لك في أكتر وقت أنت محتاج في حقك، يوم السعادة يوم القيامة الذي لا شقاء بعده. الشخص ده فوض أمره لربنا لأنه مظلوم عاجز عن استرداد حقه. الشخص الثاني هو المتسامح المتقرب، المتقرب إلى الله. هو شخص اتظلم أو اتسلب حق ليه في الدنيا وكان عنده اختيارين، إما ياخد حقه أو يسامح عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا يسامحه. فلعلمه أنه هو كمان خطاء وأنه معرض أنه ممكن يظلم حد في الدنيا، تقرب إلى الله بالعفو عن اللي ظلمه، وهو ينتظر عفو الله وأجر العافين عن الناس يوم القيامة. وعينيه كانت على الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، كان يقدر يعمل كده لكنه كمل بقية الآية، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سيدنا الحسن البصري بيفسر الآية دي بيقول ينادي مناد يوم القيامة ليقم، قبل الحساب، ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا. هو ماشي صاحبنا المتسامح المتقرب ده على منهج سيدنا أبو بكر الصديق اللي زعل من حد من قريبه ظلمه، فربنا قال له وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. على فكرة ممكن ربنا يديك الفرصة دي أنك تلاقي حد أساء إليك أو ظلمك ويوسع صدرك تسامحه رجاء أن ربنا يسامحك، يبقى خد الفرصة دي لو قدرت. الشخص الثالث اللي مفوض أمره لربنا حقه يرجع له يوم القيامة هو المنظر الراجي. ده بقى بطل من أبطال الحياة ونجم من نجوم الرحمة. هو عارف إن يوم القيامة محدش ليه حجة على ربنا، وناس كتير تبقى عندها أخطاء ومش هيتسمح له إنه يعتذر، فالتوبة والاعتذار في الدنيا. فاستثمر قدرته على إنذار المعسر والتجاوز عنه، وقلبه بيحلم إن ربنا لو كان يوم القيامة بالنسبة له عسير إن ربنا يتجاوز عنه. المنظر يعني الشخص اللي كان ليه حق عند حد فلقاه في مشكلة كده قال له خلاص أنا هسيب حقي وأنظرك وأسيب حقي عندك، وأغلبها بتبقى في المال. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي برجل يوم القيامة فقال له الله ماذا عملت في الدنيا؟ فقال والله ما عملت من مثقال ذرة من خير. ثم قال له ماذا عملت في الدنيا؟ فكرر الموضوع ده ثلاث مرات، والله ما عملت من مثقال ذرة من خير أرجوك بها. وفي الثالثة افتكر أي رب كنت أعطيتني فضلا من مال في الدنيا فكنت أبايع الناس وكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، لو حد كنت سلفته ومعهوش بجد قل لهم يلا لوجه الله. فقال له رب العالمين نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. مش تطلع أحسن مني تتجاوز عن الناس، أنا كمان أتجاوز عنك. قد إيه لو أتيحت ليك دي وربنا موسع عليك بسم الله ترجو فيها أن يتجاوز عنك ربنا يوم القيامة. ممكن تعملها في فلوس، وممكن تعملها في قطعة لبس سلفتها لحد كان محتاجها وحسيت أنه فعلا محتاجها ومش قادر يجيب حاجة زيها، ساعتها ربنا يتجاوز عنك. فاللهم يا رب
ألهمنا القدرة على العفو عمن ظلمنا، والكرم أن نعطي من حرمنا، والسعة حتى نفرج عمن كان معسرا أو مديونا لنا.